السلام عليكم، نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. نتمنى تكونوا باقيين شادين في الرجيم ديالكم. هذا هو فطوري، كان خفيف ظريف، بيضة بلدية، شوية زيتون وجوج طروفة ديال توست. باش فطرت الغداء كان هاد الشكل، هذا شوية القرعة حمراء شليضة، هداك ديال الإبلي ديال الشعير، قطيبات ودنجال مشوي في الفران. العشاء درت الحريره، كان راجلي بغى الحريره، كناخد سليفه يعني بلا خبز بطبيعه الحال، كنتعشى بيها. الا كان فيا الجوع كنسلق حداها واحد البيضه مسلوقه ديال الحريره ديالي، راه كطيب يعني باقا ما سالتش في الطياب ديالها. وعطيكم واحد الوصفه باش تجيكم محمره بلا ما ديروا مركز الطماطم كما كنعرفوا. كندير انا واحد الباربه صغيره، كي كطيب الحريره كتعطي هذاك اللون الاحمر وما تحتاجوش مركز الطماطم. كي كطيب كتحيدوا هذاك الباربه صافي، وكديروا الحريره ديالكم. كما قلت لكم الفطور ديالي عاش كندير الاغلبيه البيض، حيت البيض كيشد انا ما كيجينيش الجوع، يعني نقدر نبقى من الصباح حتى الربعه ديال العشيه. كنفطر مع ديك شويه 9:30 10:30، ما كان نتغدى حتى 3:30 4. هذا هو البروغرام ديالي انايا، يعني انا ما دايرهش صيام متقطع، يعني ما دايرهش شي بروغرام، دايره ماكله صحيه ما فيهاش الدهون وكناكل. هذا هو ديال الشعير، كنشريه من الطاحونه، يعني ماشي هذاك ايبلي اللي كيتباع في الباكيه في سوبر مارشي. هنا عندي البطاطا اللي غنسلقها، من الاحسن تختاروها تكون قد قد. عندي القرعه حمراء اللي غنشويها في الفران. اول حاجه غندير هذا ديال الشعير، كيشد الطياب على هذاك اللي كيتباع في الباكيات، يعني كيشد الطياب تقريبا واحد نص ساعه حتى 40 دقيقه صافي. كنغسلو مزيان وكنصفيه، وعاد كنزيد ليه الماء ونزيد ليه الملح ونخليه يطيب على عافيه متوسطه صافي. كنخليه يطيب حتى يدخلو الطياب مزيان. القرعه حمراء كنقطعها كطروفه، كندير ليها رشيشه ديال الملحه ورشيشه ديال القرفه، واحد الحنيفه ديال الزبيب، كندير ورق سيلفيغيزي اللي يدخل الفران وصافي. وكنسد عليها لداخل، يعني ما نحتاجوش نهائيا هاد الوصفه فيها الزيت. كما قلت لكم الزبيب كيعطي واحد المذاق اللي هو زوين، ويعني كيعطيها الحلاوه. هنا القرعه ما كانتش خرجت ليا قرعه حمراء مزيان، ولكن مزيانه كما كنعرفوا القرعه ما فيهاش سعرات حراريه كثيره، يعني حاولوا تدخلوها عندكم في الماكله. هاد الماكله اللي دايره انا، دايره انا ووليداتي، يعني ماكله عائليه، لهذا كتشوفوا كميه كثيره. يعني نتوما الا كنتو جوج ديال الاشخاص يعني من الاحسن ديروا قياسكم. كان عندي هنا واحد الطرف ديال الفيل في المجمد، جبتو غنقطعو نديرو بروشيت. اما الا كنتو بغيتو ديرو بلاصه الاخر، ديرو فقط الصدر ديال الدجاج، حتى هو شرملوه راه كيجي زوين صافي. كنقطعهم طريفات على هذا الشكل هذا صافي. كندير ليه قزبر ومعدنوس والتوابل، وكندير حتى ازير. ازير كيتواتى بزاف مع الحوايج اللي كيكونوا مشويين صافي. هنايا قطعتهم هكا على هذا الشكل هذا صافي. درت القزبر ومعدنوس وعريش ديال الازير، انا هذا كيكون عندي مغروس، كنستعملو للشعر، وكنستعملو حتى الحوايج اللي كنديرهم في الفران ولا الحوايج اللي كنشويهم، كيعطيهم مذاق زوين بزاف صافي. كنقطعو على هذا الشكل هذا، وكنزيدو مع قزبر ومعدنوس، وكنشرمل اللحم ديالي صافي. كندير التحميره، الكمون، الابزار والملحه، ونص معلقه ديال القزبر حبوب اللي هو مطحون، ومعلقه زيت البلديه. غنشرمل مزيان مزيان، واللي بغى يضيف شي بصله محكوكه يقدر يضيفها صافي. غنشرمل هادشي مزيان مزيان صافي، ونديرهم في القطبان. الا كنتو مثلا جبتو كميه ديال الفيلي، ديرو بحال هاد الطريقه هادي، وجمعوهم يعني ديرهم في واحد البلاطو وغطيوهم بلاستيك غذائي، وديرهم في المجمد. يعني وقت ما بغيتو قطيبات تجبدو ثلاثة أربعة وطيبوهم. هادي بالنسبة اللي بغى يديرهم في المجمد، ولكن ما ديروش معهم بصلة. هنا عندي واحد العضومة ديال اللحم بقري
وواحد الطريفات ديال اللحم. صافي كندير معلقه زيت البلديه والملحه، وانا هذه هي الطريقه ديال الحريره ديالي، كتجي بنينه. كنشحر مزيان هذاك العظم مع الطريفات ديال اللحم، عاد كنضيف العناصر الاخرى، يعني ما كنديرش اللحم ونضيف كل شيء ونخلي هذاك الشيء كيطيب. هنا راه كنطيب الغدا وفي نفس الوقت كنرد العشاء ديالي، باش يعني كنتهنى الا كنت نخرج ولا باش على الاقل واحد يجلس ويرتاح. صافي هنا قبضت الكرافس. انا كتعجبني الطريقه التقليديه ديال الكرافس، باش كتجي الحريره على حقها، والطريقه اما ديال هذيك ديري الكاس ديال العصير وطحني كل شيء، ما كتعجبنيش الصراحه. اللي كيعجبني هي الطريقه التقليديه، الكرافس كيعطي ريحته وكتجي زوينه الحريره. مشيتكم فيها. بالنسبه للناس اللي دايرين الريجيم، راه مسموح لكم تاكلوا الحريره زليفه هكا مع جويه 8:30، وشربوها بالصحه والراحه. يعني ما تحرموا براسكم حتى بشي حاجه، اهم حاجه انكم تطيبوا بمعلقه الزيت كما شفتوا معايا. يعني دائما ما تضيفوش زيت كميه كثيره، راه فيها سعرات حراريه. هذه بربه صغيره، درت مطيشه قزبر ومعدنوس وكرافس، ودرت توابل ومرقت الحريره وسديت عليها الطيب. هنا عندي واحد 3 دنجالات قطعتهم وغنشرملهم بطبيعه الحال. ندير لهم شويه ديال الزعتر، تحميره، الكمون، ابزار، ومعلقه ديال زيت البلديه، ونشرمل هذاك الشيء مزيان. صافي وندخلهم الفران. يعني الفران عندي فيه الكره حمراء كتشوى، وبطبيعه الحال نزيد عليه الدنجال. صافي كنخلي الدنجال انه يتحمر وياخد واحد اللون اللي هو زوين، يعني كيدخلوا الطياب، وكنخليه يطيب. هنا عندي نص بصله، وعندي هذيك الفلفله اللي قطعتها كانت عندي في الكونجيلاتور، درت معلقه صغيره ديال زيت البلديه ورشيش هاد الملحه، وغنشحر هاد الفلفله والبصله حتى يهبطوا، ونضيفهم على ديك الشعير اللي سلقته. يعني كتكون هكا مرافقه هاد الشلاضه، كتجي زوينه. واهم حاجه الشعير، شفت واحد السيده قالت لك راه كاين هذا كيتباع في بيم، مشيت صراحه البارح باش نشوفه ونصوره لكم ساعه، ما لقيتوش الصراحه، ما لقيتوش. صافي انا درت هذاك نص بصله تشحر مع ديك الفلفله، يعني العافيه متوسطه. صافي الدنجال واعد بعد ما تحمر، والقطبان بعد ما تشرملو، عندي رشيشه ديال البزار يعني ما تقويوش. صافي وعندي هنايا بعد ما تشحروا غنضيفهم على ديك الشلاضه ديال الابلي هذه. اما فوق البرد كنطيبها مع شي عضومه ديال الدجاج، حتى هي كتجي زوينه. اما كي كيكون الحال باقي سخون كندير هكا بحال الشلاضه، كتجي زوينه ترافقوا بها هكا الاكل ديالكم. كما قلت لكم هذا ديال الشعير باقي ما عرفتش. هنايا عندي داك الكرافس اللي كان بقى ليا، قرفتو كنزيد نضيفه في الاخير في الحريره. صافي القطبان درتهم غير على البلانشان في ما ندير شي فاخر. صافي وجدت هكا شلاضه ديال الخس ومطيشه والبصله، دنجاله، ومن بعد ما تحمر قدمته على هذا الشكل. هذا كنحط انا هكا في الطبله، يعني اللي بغى القياس يهز، احسن ما ندير كل واحد طبصيله، يقدر شي واحد يبغي يزيد، يقدر شي واحد انه ما يشبعش، يقدر ان شي واحد يخلي الماكله في الطبسيل. كنحط هكا كل شيء في فوق الطبله، وكل واحد كيهز القياس ديالو، حتى الا بقات شي حاجه كتبقى نقيه وما تجيش مرونه. الزبيب كيولي معسل، القريعه طايبه لينا، حتى هي كنحطها في الطبسيل بحال هكا هكا، وكل واحد كيهز القياس كما قلت لكم، واللي كتبقى كتبقى شي حاجه نقيه. انتما كتشوفوا يعني كل شيء ناشف، كاين حتى شي حاجه مزيته، يعني الاكل يعني خصو يكون ناشف. وهذه هي الطبيله ديالي، خفيفه ظريفه، شويه شلاضه بطيطه وشليضه، وصافي كل واحد كيهز القياس ديالو. وماكله اللي هي كما شفتوا معايا كلشي ناشف، يعني ما كاين حتى شي حاجه مزيته، هذيك هي اهم حاجه. وبطبيعه الحال بلا خبز، كاين البطاطا، كاين ايبلي، يعني كاع داك الشيء حنا كنعوضوه بلاصه الخبز، يعني بلا ما نزيدو الخبز. المهم هذه هي الغديوه ديالي، كانت خفيفه ظريفه، واهم حاجه انها صحيه. والحريره هنا من بعد ما طابت، انا تغديت وساليت خليتها كطيب، هي الباربه من بعد ما طلقت هذاك اللون ديالها، غادي نحيدها
ومن بعد نزيد هذاك الكرافس اللي كان بقى ليا، كنقرضو مزيان حتى هو صافي. كدوروها يا اما بدقيق الشعير، يا اما ديروا البطاطا وخيزو تسلقوهم ومن بعد طحنوهم. يعني انتوما ليكم الاختيار. كيما شتو راه كتجي اللون ديالها زوين، ما كتجيش بيضه. واهم حاجه اننا ما نديروش فيها ماتشات الحك، اللي كما كنعرفوا شحال ما بعدنا على الحوايج اللي هما مصنعين يكون احسن. هنا مشات ليا من الغدا، جمعته البارح درت ليكم، ما شاركتش معكم. درت طويجين بالحوت، يعني على هذا الشكل هذا بالخضره والحوت، حتى هو كليته بالفرشيطه بعد ما طاب. وليداتي كانوا بغاو التاكوس، درت ليهم هما التاكوس، حتى هما كندير ليهم فريت في الفران يعني ناشف، وشويه ديال الكفته وشويه ديال الخس، كيجي الشكل هو هذا. خرجت في العشيه ديت واحد الكيكه ديالي، رافقتو هكا مع شلاضه كما قلت لكم. تقدروا عوض اللحم ديروا الصدر ديال الدجاج كاستيك وتشرملوه نفس التشرمله اللي درناه للحم صافي. تقدموها هكا مع شي شلاضه ولا شي خضره مبخره، تكون تصوطيوها هكا مع الثومه والربيع، كتجي زوينه. ورافقتها مع شويه الشلاضه، يعني دابا الحال باقي سخون، يعني كنبغيو شي حوايج ليهم ما يكونوا شلاضه وهادي. اما كيبدي يبرد الحال غنبقاو نديرو شويه ديال الشوربات في الليل. المهم هادي هي العشيوه ديال البارح، خفيفه ظريفه. نتمنى يكون عجبكم فيديوهات ديال اليوم. خليتكم الراحه، نتلاقاو في فيديوهات جداد ان شاء الله.